ولن نساوي على الحق أو الثوابت. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل، وفيها تعرض موكب النائب كنعان لإطلاق نار في الدورة، والأخير يقول إنه ينتظر نتائج التحقيق. نحن ملحين على حسن علاقات العربية. المشنوق يؤكد من عين التيني أن بري يرغب بالاتفاق على قانون جديد للانتخابات بين مختلف الأطراف السياسية. البحرين تكشف تنظيما إرهابيا خطيرا بعض أفراده يقيمون في إيران والعراق. صباح الخير. تعرض موكب رئيس لجنة المال والموازنة النيابية وأمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان لإطلاق نار في محلة الدورة، وأكد المكتب الإعلامي لكنعان حصول حادث إطلاق النار، وذكر في بيان أنه وأثناء مرور موكب كنعان مساء أمس في محلة الدورة اعترضته سيارة مجهولة وحصل إطلاق نار. وأضاف البيان أن كنعان لم يصب بأذى، كما أن أحدا من مرافقيه لم يصب، شاكرا كل من اتصل للاطمئنان. وفي تصريح لمحطة الأوتيفي قال كنعان إن ما جرى ملفت ومستغرب بالشكل الذي حصل به، ولكن ننتظر التحقيقات كي لا نخرج باستنتاجات غير صحيحة. مسألتا قانون الانتخاب والوضع الأمني بحثهما وزير الداخلية نهاد المشنوق مع الرئيس نبيه بري. المشنوق نقل عن بري أنه أبلغه بشكل واضح وصريح التزامه القانون والمهل الدستورية، لكنه يرغب في الوقت نفسه باتفاق مختلف الأفرقاء على قانون جديد للانتخابات. أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ملتزم بالقانون والمهل الدستورية المتعلقة بقانون الانتخاب. المشنوق بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أشار إلى أن هناك مواعيد محددة لدور وزارة الداخلية ولواجباتها في مسألة الانتخابات. دولة الرئيس أبلغني بشكل واضح وصريح التزامه بالتواريخ وبالقانون، وبذات الوقت رغبته بأنه يجري الاتفاق على قانون جديد بين مختلف الأفرقاء السياسيين، بس انتظار الاتفاق لا يعني بأي حال من الأحوال تجاوز المواعيد القانونية أو تجاوز المهل الدستورية إذا وصلنا إليها. المشنوق تطرق إلى الوضع الأمني في البلد مؤكدا أن الأمور تحت السيطرة. ما في شيء بيحرز أنه يهتموا فيه، ولا بيحرز أنه اللبنانيين اللي بالخارج أو العرب اللي من كل الوقت نسعى أنه يجوا على بلدهم الثاني لبنان. نحن ملحين على حسن علاقاتنا العربية، وملحين أكثر على أن السعودية صاحبة فضل بالاستقرار بلبنان، وملحين أكثر وأكثر بأنه الإماراتيين يجوا على بلدهم بلبنان، لأنه إمارات الشيخ زايد رحمه الله ما كانت ولا مرة غير دولة راعية للاستقرار ومحبة ومساعدة بكل ما يحتاجه لبنان. المشنوق أوضح أن لا ضرورة للمخاوف الكبرى التي ترمى في الإعلام نتيجة كلام سياسي يعرفه الجميع. ومن دار الفتوى، دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إلى الإسراع في إقرار قانون انتخابي يحفظ العيش المشترك. أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها والتفاهم على قانون انتخابي عادل يتوافق عليه الجميع ويضمن التوازن الوطني حفاظا على المصلحة العامة، داعيا إلى الإسراع في إيجاد الصيغ المناسبة لإقرار قانون انتخابي على أساس العيش المشترك والوحدة الوطنية. المجلس وخلال جلسته الدورية برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى أمل في إقرار الموازنة، منوها بقرار الحكومة القاضي بإنشاء فرع للجامعة اللبنانية في محافظتي عكار وبعلبك الهرمل. أشاد المجلس بقرار الحكومة برئاسة رئيسها سعد الحريري بإنشاء فرع للجامعة اللبنانية
في محافظتي عكار وبعلبك الهرمل، مما يساهم في الإنماء المتوازن والحفاظ على الأمن الاجتماعي والتربوي في كل لبنان. كما دعت الدولة للمزيد من المشاريع التنموية والاقتصادية في المناطق اللبنانية دعما للإنماء متوازن ولتواكب الإنجازات التي حصلت في أكثر من منطقة لبنانية. يأمل المجلس أن تسهم الحكومة في إقرار الموازنة على أن تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي، وأن تأخذ بعين الاعتبار حاجات المواطن، وأن تعمل لإيقاف الهدر والفساد المستشري. وأعرب المجلس الشرعي عن تفاؤله بالقمة العربية التي ستعقد في المملكة الأردنية الهاشمية أواخر الشهر الحالي، آملا في اتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلدان العربية. فاجأ الرئيس سعد الحريري الوزراء بطلب الطعام عبر تطبيقات متطورة لشبان لبنانيين، شبان نقلوا الخبرات الخارجية إلى الداخل وأعطوا نموذجا يحتذى بابتكار أعمال في ظل استفحال البطالة. تقرير ربيع شنطف. إنهم دانيال كوفيدرالي وعوني الأحدب وتميم الخلفة، ثلاثة شبان أرادوا أن يستثمروا إلكترونيا فأدخلوا إلى السوق اللبناني خدمة جديدة تفيد المطاعم والزبائن على حد سواء، وذلك من خلال تطبيقات تحمل على الهاتف الجوال. Applications هن ثلاثة on livery with mates and totters. Applications موجودين على الأندرويد وموجودين على الأبل ستور، ممكن تنزلون. هول المطاعم وقت تفوت على الأبليكيشنز بتنقي الأدرس اللي أنت بيناسبك، يعني بتنقي بيتك بتنقي مكتبك، على هذا الأدرس بتصير تشوف المطاعم اللي بتوصل لعندك. في عنا أكثر من 1000 مطعم بين ثلاث شركات، وأنت ضمن المطعم وقت تفوت عليه بتفوت على الأبليكيشنز بتنقي شو بدك تاكل، ومن خلاله بتفوت بتشوف المنيو كامل، ممكن حتى تعمل كاستمايزيشن او تعديل للاوردر اللي بدك اياه، تزيد تنقص، ووقتها تخلص بيكون جاهز الاوردر وصار بالباسكت او على التشيك اوت. بتتيح للمستهلك كمان لليوزر انه يقدر يشوف اوفرز موجوده عنا ما بتكون موجوده بالمطعم. كمان ممكن يطلب من مطاعم مش موجوده او ما بتعمل دليفري، نحن عنا الدليفري والفليت تبعنا ممكن نحن نوصل لهم اياهم، بيوفر يونت خصوصا للي اليوم للي اون بادجت تلاميذ جامعات. الجامع المشترك بين شبان الثلاثه انهم كانوا يقطنون لمده من الزمن في دول متطوره، كما ان ما يميزهم الصداقه التي تجمعهم على الرغم من ان شركاتهم تتنافس فيما بينها. كنا من الاوائل اللي بلشناها بلبنان، الحمد لله قدرنا نفوت على الماركت وقدرنا نبلش نعود العالم انه تقدر تطلب من خلال الابليكيشنز وما تطلب من خلال التليفون. انا بصراحه كنت عايش بنيويورك قبل وكنت استعمل ابليكيشن هيك هونيك، ورجعت وكنت محمس اقدر اعملها، وصحيح منافسين بالاخر بس ما ضروري تكون منافسه يعني غير شريفه او بلا صداقه. يعني نحن بالاخر ويزميتس اون ليفري وتوترز هن ثلاث شركات تقريبا ذات الفكره، وبس يعمل يوزر ريجستريشن وبيسيف الادرس تبعه خلص انحفظ وصار فيري سكيورلي ستورد عنا بالداتابيسز. الادرسز والفون نمبرز بيكونوا اكسسبل بس للزبون، بس هاي العمليه مش مضطر ترجع تعيدها، بتصير عمليه كثير هينه لترجع تطلب. هذه الافكار العالميه وتطويرها وتطعيمها بنكهه محليه تبدو مفيدة اقتصاديا لأصحابها وللأشخاص العاملين معهم، كما مفيدة للمستهلكين، ولعل هؤلاء الشبان يشكلون نموذجا لأقرانهم الباحثين عن فرصة عمل. لكن المهم هو حسن اختيار المهنة بما يتلائم مع العرض والطلب بمفهومه الحديث. دعا نواب عكار وتيار المستقبل إلى أقرار المراسيم التنظيمية لفرع الجامعة اللبنانية في عكار. مواكبة لقرار استحداث فرع للجامعة اللبنانية في عكار، عقد لقاء بدعوة من تيار المستقبل لمناقشة آليات تطبيق القرار ليأخذ مساره القانوني نحو التنفيذ، خصوصا بعد توفر الإمكانيات المادية واللوجستية ووجود قطعة الأرض المناسبة، بالإضافة إلى توفر كل الشروط اللازمة لانطلاقة عمل هذا الفرع. وخلال اللقاء الذي حضره الوزير معين المرعبي ونواب
منطقة عكار وأعضاء المكتب السياسي لتيار المستقبل ورؤساء الاتحادات البلدية. تم التجديد على أهمية الدور الذي ستلعبه الجامعة اللبنانية في تنمية محافظة عكار ومحيطها. هنا نؤكد بأن سياسة الترقيع لم تعد تجدي نفعا، فما نحن بحاجة إليه اليوم هو مخطط إنمائي توجيهي لهذه المحافظة كفيل بالنهوض بها من أزمتها ورفع الحرمان التاريخي عنها وتنميتها في مختلف النواحي. وهنا نتوجه بالشكر إلى دولة الرئيس الشيخ سعد الدين رفيق الحريري الذي سعى وبادر وسارع منذ حكومته الأولى لتأمين الأرض للبناء الجامعي، والذي كرس هذا الحلم إلى واقع مع انطلاقة هذه الحكومة الجديدة. كما نتوجه بالشكر إلى رئيسة اللجنة النيابية السيدة بهية الحريري التي تعهدت منذ الخطوة الأولى بتبني الملف حتى إيصاله إلى الخواتيم السعيدة. وأتمنى المجتمعون من المعنيين العمل على تأمين انطلاقة سريعة لهذه الفروع ولو مبان مؤقتة، والإسراع في إنجاز البناء الجامعي في المحافظة. بعد الفاصل تتابعون. من الفيحاء إلى دافوس، طرابلس تشارك بشبابها في المنتدى الاقتصادي العالمي. أهلا بكم من جديد. وصل وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت مساء أمس في زيارة يلتقي خلالها رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، فضلا عن وزير الدفاع وقائد الجيش. كما يتفقد القوى الفرنسية العاملة ضمن إطار اليونيفيل في الجنوب. كشفت الناطقة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان أن المحكمة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بلغت المرحلة الثالثة التي تعتبر الأخيرة أو النهائية. وفي هذه المرحلة يقدم فريق الادعاء أدلته التي تتعلق بتحديد مسؤولية المتهمين بالاعتداء وبهويتهم ودورهم في الجريمة. وصفت الكتلة الشعبية سلوك بلدية زحل ومجلسها البلدي بحفلة انتقامية جديدة، في وقت اعتبر رئيس البلدية أسعد زغيب أن ما يحصل هو تخلف عن الالتزام بتطبيق القرارات البلدية القانونية. إشكال جديد بين بلدية زحل ومناصري الكتلة الشعبية، وهذه المرة السبب إزالة كشك تجاري. الإشكال الذي تطور ليلة الجمعة السبت واستدعى تدخل القوى الأمنية كان محور المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس البلدية أسعد زغيب، وأكد خلاله أن ما حصل هو تخلف واضح عن الالتزام بتطبيق القرارات البلدية القانونية، وتدخل سافر من أشخاص يسيئون للبلد وللأمانة المؤتمنين عليها. والمطلب هو إزالة المخالفات، مش لنركب مخالفات لجماعات تابعة على فريق تاني. نحن ما بدنا مخالفات. تم التعهد من قبل القوى الأمنية، من قبل سعادة المحافظ والقوى الأمنية، إنه المخالف اللي كنا عم نجرب نشيله اليوم بعشرين شهر هن بيشيلوه أو هو بفل حاله مثل ما بده. كما إنه نحن والقوى الأمنية وبرعاية سعادة المحافظ رح حط لائحة من هلأ لثلاثة أيام بكل المخالفات الدائية اللي هي صارت كلها خارج المدينة، بالمدينة ما عشان حدا غيره اللي اليوم كنا عم نتعامل معه، بكل يومهم رح نشيلهم كلهم سوا. الكتلة الشعبية علقت على ما جرى ببيان، واعتبرت أنه قبل عيد الميلاد تمت معاقبة عدة عائلات، ومع بدء الصوم تعاقبت عائلات أخرى داعية إلى وقف الممارسات المتهورة، وتوجه البيان إلى البلدية بالقول هاتوا مخططا إصلاحيا لإزالة المخلفات من كل زحل ونحن أول من ينفذه. تثبت عاصمة الشمال طرابلس يوميا أنها تختزن طاقات شبابية خلاقة ومبادرة، وفي هذا الإطار ناد طرابلسي اقتحم المنتدى الاقتصادي العالمي. تقرير ربيع شنطف. هنا في دافوس في سويسرا حل نادي شبابي من طرابلس عبر ممثله فادي ميقاتي من بين 50 اختيروا
للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يشجع الأعمال والسياسات والنواحي العلمية للشباب بين سن 20 و30، لكن يشترط المنتدى أن يكون هؤلاء الشباب مؤثرين في مجتمعاتهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وحقوقيا وغير ذلك. نحن تريبولي انتربرنورز كلوب، مبادرة شبابية جراس روت انيشيتيف، هدفها نشر فكرة ريادة الأعمال بطرابلس وشمال. هذا النادي قدر يخلق من موارد جدا بسيطة، بعدين تم دعمه من غرفة التجارة بطرابلس، بيساعد الشباب رواد الأعمال انهم يخلقوا فكرة ويحولوها لمشروع شركات ناشئة، بالإضافة لدعم المؤسسات الموجودة أساسا بطرابلس والشمال ليحصلوا على التمويل، ليحصلوا على يوصلوا على الأسواق ويصير الناس تعرف فيهم أكثر. فتم هالسنة اختيارنا بعد ما قدمنا أبليكيشن على المنتدى. نحن الوحيدين من لبنان وحتى من الإلال المنطقة العربية، كان لنا مشاركة، قدرنا نحط لبنان وطرابلس على الخريطة، قدرنا نقنع العالم أنه طرابلس عندها يعني بوتنشل كتير كبير وطاقات قدرت تتميز على المستوى اللوكل على المستوى الدولي. تجدر الإشارة لأن فادي ميقاتي قد رشح للمشاركة في منصة حوارية تحت عنوان جيل التغيير في حضور كبار اقتصاديي العالم بينهم مدراء عن شركة بيبسيكو ونائب رئيس شركة نايك، بالإضافة إلى أميرة النروج وآخرين. تتابعونا بعد هذا الفاصل. حملة جوية واسعة للنظام السوري على المناطق المحررة شمالا. أهلا بكم من جديد. كشفت البحرين عن تنظيم إرهابي خطير يضم نحو 54 شخصا، مؤكدة اعتقال 25 منهم اعترفوا بتنفيذ 6 عمليات إرهابية تم التخطيط لها في إيران. تنظيم إرهابي خطير يضم أكثر من 54 عضوا كشفته سلطات البحرين، ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي قوله إن 41 من أعضاء التنظيم موجودون في البحرين و12 يقيمون في إيران والعراق، إضافة إلى واحد في ألمانيا يدير عمليات نقل الإرهابيين إلى إيران والعراق للتدرب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري استعدادا لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البحرين. السلطات اعتقلت 25 من أعضاء التنظيم الموجودين في البحرين وضبطت معهم كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والأسلحة والذخائر. التحقيقات مع الموقوفين الذين أصدرت النيابة العامة قرارا بحبسهم احتياطيا بينت أن التنظيم الإرهابي نفذ 6 جرائم إرهابية في البحرين، بينها اغتيال رجال أمن بمخططات وضعت في إيران. رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين قال إن قادة أعضاء التنظيم أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها. وفي مصر فككت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس خلية داعشية من 5 أفراد وضبطت معهم وثائق تخص جهات سيادية في الدولة المصرية. وكشفت مصادر أمنية أن أفراد الخلية كانوا يستعدون للسفر إلى ليبيا لتلقي تدريبات عسكرية تمهيدا لتنفيذ عمليات إرهابية داخل القاهرة وسيناء. كثفت مقاتلات النظام السوري غاراتها على بلدات عدة في ريف إدلب الشمالي وريف حلب الشمالي وسط قصف صاروخي كثيف على حيي تشرين والقابون دمشقيين. تزامنا تبنت حركة أحرار الشام إسقاط طائرة تابعة للنظام في محافظة إدلب في وقت أعلنت تركيا سقوط طائرة سورية في ولاية هاتاي. حملة جوية واسعة النطاق بدأها طيران النظام السوري وسلاح الجو الروسي على مناطق عدة في الشمال السوري المحرر، تركزت على ريف حلب الغربي وإدلب الشمالية ومناطق في ريف حماة. بلدة الدانة بريف إدلب الشمالي شكلت هدفا للغارات الروسية التي طالت الأحياء المأهولة بالسكان شمال المدينة، ما خلف عددا من القتلى والجرحى وأضرارا بالغة في المنازل والمحال التجارية. في هذا الوقت تبنت حركة أحرار الشام إسقاط طائرة ماج 21 تابعة لنظام الأسد كانت تحلق في سماء محافظة إدلب ونفذت غارات في الريف الشمالي.
حدة الغارات على ريف حلب الشمالي أظهرتها هذه المشاهد المصورة من الجو التي بيّنت حجم الدمار الهائل في مدينة حريتان التي استهدفتها الضربات الجوية بكثافة. في شأن ميداني آخر، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان نزوح 30,000 مواطن بينهم آلاف النساء والأطفال منذ يوم السبت الماضي هربا من القصف المدفعي والغارات المكثفة المواكبة لتقدم قوات النظام السوري على حساب تنظيم داعش الإرهابي في ريف حلب الشرقي. سلسلة صواريخ أرض أرض انهمرت على مناطق عدة في حيي تشرين والقابون دمشقيين في أطراف العاصمة الشرقية، فيما تجددت الاشتباكات في بساتين برزة ومحور القابون بين فصائل المعارضة وقوات النظام. كما أن حي الوعر المحاصر في مدينة حمص شكل هدفا جديدا للصواريخ الفراغية والمظلية شديدة الانفجار التي انهمرت بكثافة على منازل المدنيين، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال. جنوبا في درعا قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة والصواريخ الأحياء الشرقية والحراك وأحياء مدينة درعا المحررة، في حين تصدت فصائل المعارضة السورية لمحاولة قوات النظام استعادة بعض النقاط التي خسرتها في حي المنشي بدرعا خلال الأيام الماضية. في العراق صدت قوات مكافحة الإرهاب هجمات انتحارية مكثفة من تنظيم داعش في محيط الدويسة غرب الموصل، فيما قتل 8 من قياديي التنظيم الإرهابي في غارة للتحالف الدولي في حي النجار بالجانب الأيمن من الموصل. المباغتة والهجمات بالمفخخات والانتحاريين السلاح الداعشي الأبرز في مواجهة القوات العراقية المتقدمة في الساحل الأيمن لمدينة الموصل. الشرطة الاتحادية أكدت صد هجوم للتنظيم الإرهابي بالدراجات المفخخة والانتحاريين استهدف خطوطها الأمامية على مشارف الدواسة، وأعلنت قتل 10 انتحاريين وتفجير 5 دراجات مفخخة وجرافة. وفيما تستعد القوات العراقية لاقتحام حي المنصور غرب الموصل، أعلنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب تحرير حي وادي حجر بالكامل ورفعت العلم العراقي فوق المباني، كما تقدمت في مناطق الدواسة والدندن والعكيدات. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع العراقي مقتل 8 من قياديي داعش في غارة جوية للتحالف الدولي استهدفت مقرا للتنظيم في الجانب الغربي من الموصل يعود إلى مجموعة ما يسمى بجند الخلافة، ومن قتل الغارة المسؤول الملقب بأبو عبد الرحمن الأنصاري مع 6 من قادته العسكريين. كما أعلن سقوط 36 مدنيا بينهم أطفال ونساء في قصف وصف بالخاطئ للتحالف غرب الموصل، حيث قتل من يعرف بمسؤول تفخيخ ولاية نينوى أبو حمزة المغربي في إحدى تلك الغارات. تزامنا أعلنت الأمم المتحدة أن 12 عراقيا بينهم نساء وأطفال يعالجون من عوارض تعرضهم لمواد تستخدم كأسلحة كيماوية في الموصل، وعانت أسرة من أم وأربعة أطفال من مشاكل جلدية وتنفسية حيث يعالجون في إحدى مستشفيات إربيل. إنسانيا، يتواصل هروب آلاف النازحين من غرب الموصل في رحلة محفوفة بالرعب والشقاء هربا من جحيم المعارك، ويصل المدنيون مشيا إلى المخيمات في حمام العليل والحاج علي والخازر ومدرج المطار في مدينة القيارة، حيث يتوزع نحو 50,000 نازح فيما لا يزال الآلاف محاصرين داخل المدينة. على صعيد آخر، عثر جهاز الأمن الوطني العراقي على كمية كبيرة من الآثار المسروقة في منطقة حي الشرطة في الجانب الأيسر من الموصل، وذلك خلال عملية دهم، حيث تأكد أن عناصر داعش وضعوا الآثار في رزم تمهيدا لتهريبها عبر ممرات إلى سوريا. نفذت السلطات الأردنية حكم الإعدام شنقا بحق 15 شخصا مدانين بجرائم إرهابية وجنائية. الأحكام التي نفذت فجر السبت في سجن سويقة جنوب عمان طالت خصوصا الأعضاء 5 في خلية إربد الإرهابية ومنفذ الهجوم الإرهابي على دائرة الاستخبارات العامة في البقعة وقاتل الكاتب الأردني البارز ناهض حتر أمام قصر العدل. والآن تذكير بالعناوين. تعرض موكب النائب كنعان لإطلاق نار في الدورة، والأخير يقول إنه ينتظر نتائج التحقيق. نحن ملحين على حسن علاقاتنا العربية. المشنوق يؤكد من عين التين أن بري يرغب بالاتفاق على قانون جديد للانتخابات بين مختلف الأطراف السياسية. البحرين تكشف تنظيما إرهابيا خطيرا بعض أفراده يقيمون في إيران والعراق.
نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.